بنرحب فيكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم الحلم العربي للمسيح. حلقة اليوم رح تكون بعنوان التطرف الديني، وأعتقد أنه هذا موضوع الساعة في الوطن العربي اليوم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن التعصب، وشفنا أنه التعصب هو عبارة عن رفض الإنسان بسبب اختلافك معه في أفكاره أو انتمائه. التعصب هو عبارة عن انطواء، يعني أنا منطوي على ذاتي، أنا ما بتعامل معك، بس أنت في حالك وأنا في حالي. لكن أحياناً بينتج عن التعصب شيء بنسميه التطرف، وهو عبارة عن محاربة الشخص. يعني أبتدأ أحاربك لأن أفكارك سواء دينية أو سياسية تختلف عن أفكاري. وهذا الموضوع راح نكرس الحلقة اليوم عنه، وهو مش بعيد عن أي شخص فينا. كلنا ممكن أن نصاب في هذه الحالة. المسيح طبعا إحنا عم ندرس عن تعاليم المسيح الاجتماعية والسياسية. المسيح واجه تيارات كثيرة من التعصب على زمنه. كان في تيارين أساسيين، وهدول التيارين هو أكبر تيارين أساسيين بينتجوا عن التعصب، اللي هو التطرف، اللي فيه بتكون مجموعة متطرفة منعزلة عن الواقع. يعني عايشين في العصر القديم، ممكن 1400 سنة لورا على وقت شريعة موسى، وهو الفريسيين. بختصرها في كلمة الانطواء، يعني الانعزال عن الواقع، ورح نفسر هذا المصطلح. المجموعة الثانية اللي واجهها من المتطرفين المسيح اللي هي الصدوقيين. الصدوقيين بسميها تحت شعار التعايش المريض مع الواقع، يعني تسييس الدين، السلوك في الطرق معوجة وغير صحيحة لكي يحققوا مكاسب سياسية، المساومة عن المبادئ الدينية إلى حد ما حتى يكتسبوا أراضي. بالعامة بنسميها كأنه واحد بيتمسكن حتى يتمكن. وهذه الطائفة اسمها الصدوقيون، كانوا يتعاملوا مع حكومة الاحتلال الروماني. الفريسيين كانوا يمنعوا منع بات عن التعاون مع سلطات الاحتلال الروماني. وبشكل عام إذا ننظر حولنا الوطن العربي منشوف هدول الطائفتين لا زالوا، تيارين هدول من التطرف لا زالوا موجودين في عالمنا اليوم. فالنص اللي اخترناه اليوم هو من متى 22، عن كيف المسيح واجه فئة من هدول المتطرفين اللي هم الفريسيين. فبقول النص كالتالي: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة. وهذا يعني العبارة هاي بتتكلم عن ذاتها، فرجيك كيف المتطرفين بيستخدموا الدين حتى يحاربوا في الآخرين. يعني شيء مؤسف إنه الدين اللي هو موجود حتى يرفع الإنسان، حتى يعني كأنه الإنسان نفسه عطشاني حتى يروي عطش الإنسان، بيتحول لأداة لقمع الإنسان ولمحاربة الإنسان. تكمل النص بقول: فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فمنشوف هون، شوفوا الطرق المعوجة والرياء، يعني بالعام مسميه الوجهنة. بقولوا أرسلوا تلاميذهم مع الهيروديسيين. هيروديسيين ناس عملاء بيشتغلوا مع سلطات الاحتلال الروماني. مش هون راحوا. ليش ما هون ما راحوا؟ لأنهم بيعلموا أنه ممنوع التعامل مع سلطات الاحتلال الروماني. فإيش عملوا؟ ما راحوش هون، بعتوا تلاميذهم. يعني من هاي بس بنشوف كيف المتطرفين دائما بيعتمدوا على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. يعني مش مهم إيش تعمل، المهم في النهاية تحقق هدفك. وبرضه هم منشوف علامة إنه لكي يصطادوه بكلمة، يعني برضه عم بيحاولوا يستخدموا
أشياء دينية حتى يحاربوا فيها المسيح، مع أنه زي ما قلنا الإيمان مفروض شيء يقرب الناس من بعض، مش حتى يستخدم كأداة تحارب الآخرين. وهذا سمة مهمة جدا للمتطرفين اللي ما بيكونوا بس متعصبين، يعني رافضين الآخر بسبب اختلاف مع أفكاره أو انتمائه، لكن أيضا يبتدئوا يحاربوا الناس ويتعدوا على حريتهم وعلى حقوقهم بطرق يعني متنوعة جدا منواجهها ومنشوفها كل يوم بالأخبار. بيكمل النص بقول: فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ يعني المسيح فهم خطتهم وقال لهم: أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينار. هلأ شو الفكرة أو الخطة اللي كانوا الفريسيين بدهم يحققوها من وراء هذه المكيدة تأسميها؟ بسيطة، إذا قال المسيح ادفع بدهم يتهموه بإيش؟ بالعمالة والتخوين، كأنه هو بيدعم سلطات الاحتلال. وأظني هذا برضو منشوفه حولنا دائما، العمالة والتخوين هي لغة المتطرفين بيسقطوها على الشخص. الاحتمال الثاني إذا قال لا ما تدفعوا، بده يتمشكل مع مين؟ مع الهيروديسيين اللي بيشتغلوا لحكومة روما، وبدهم يمسكوا ويتهموا أنه هو عم بينادي بالتحريض للتمرد على الحكومة الرومانية. فإذا مع أنه زي ما قلنا الصدوقيين بينادوا أنه معليش نتعامل مع حكومة روما ومعليش ندفع ضرائب، يعني ليش بدكم تتهموه هو فجأة أنه هو عميل؟ طب ما عندكم الصدوقيون، حتى مفروض أنه قيافة رئيس الكهنة صدوقي، الحكومة الرومانية هي اللي بتصادق على تعيينه. فإذا ليش فجأة يعني لو قال ادفعوا بدكم تهاجموه؟ رياء، رياء وأكاذيب وطرق معوجة لتحقيق أهدافهم. فإذا المسيح ولا قال لهم آه ولا قال لهم لا، لكن بدنا نحلل السبب ليش رد الرد اللي رده اللي راح نقرأه. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ مسك معاملة الجزية اللي هي الدينار، طلع قال لهم: لمين الصورة اللي على الـ 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 النقد هذا؟ فقالوا له: لقيصر. قال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مشكلة الفريسيين زي ما قلنا الانعزال الكامل عن الواقع. طب أنتوا جماعة متدينة وبتنادوا أنه بتعرفوا أن تميزوا علامات الأزمنة، هل تدرك أنه لله في خطة من وراء سماحه بأنه الحكومة الرومانية تحتل الأرض؟ هل أنت قادر تجمع بين الواقع اللي أنت عايشه وبين الإيمان؟ وهذه الفئة من المتطرفين بتحس أنهم صعب أنهم يتعايشوا مع الواقع، بيعيشوا في عصر مئات السنين لورا وبانعزال تام وتجاهل تام للواقع، وبتلاقوا خطابهم الديني مش عم بيواجه قضايا عصرية أو صراعات منمر فيها كناس أو كرعية. فإذا بقول لهم: لماذا لمن هذه المعاملة؟ لمن هذه الصورة؟ هل أنتم عارفين أنه مجيء الرومان كقوة محتلة ظالمة مش كويسة، ولكن هل أنتم مدركين أنه لله في خطة ومشيئة صالحة من وراء هذا الشيء؟ هل أنتم فاهمين إيش دوركم الروحي مثلا في التوبة، في الإصلاح الديني، في الرجوع، في الانكسار، في التواضع، مثل ما راح نشوف في الحلقة القادمة عن ميزات أو صفات هدول المتطرفين، كيف قديش كان عندهم مشاكل وأشياء سيئة في سلوكهم. فإذن لا يوجد إدراك للطبيعة وهدف الله من وراء وجود قيصر في روما. أيضا منشوف الطائفة الثانية اللي هي الصدوقيون، اللي هي بتمثل التعايش المريض مع الواقع،
تسييس الدين، النفاق، السلوك بالطرق معوجة حتى يحققوا مقاصدهم، الرياء، العمى، يعني فيش إدراك تام لإرادة الله. بيوعظوا شيء وبيعملوا شيء تاني، بيساوموا في أشياء، بيتبعوا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، بيخونوا الناس، وبتحس إنهم هو بيصيروا مثل العصافة، أي حبة القش الصغيرة اللي في مهب الريح، فيش مواقف ثابتة. ومنشوف هذا يعني الرياء في نفس موقفهم لما بيلاطس قال لنا أصلب ملككم، شو قالوا؟ للأسف صرخوا بأعلى صوت وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. يعني تخيل الاتهام اللي كان بدهم يتهموه للمسيح بأنه عميل وبيدعو، إذا قال ادفع الجزية عميل وبيدعو لدعم الاحتلال الروماني إلى آخره، بيصرخوا في أعلى صوتهم ليس لنا ملك إلا قيصر. شوفوا الرياء، شوفوا الرياء والأمور المعوجة. بنشوف كمان لما أسلمهم يهوذا المسيح وأخذ الفضة، فأجى بده يحط، لما ندم فحط الفضة في الهيكل، الكهنة قالوا أعوذ بالله، يعني أنت تحط هذا ثمن دم، ممنوع نحط في الهيكل. أما الدم نفسه، سفك الدم نفسه اللي هو دم المسيح، مش حرام. فبتشوفوا كيف الطرق الملتوية، الطرق المعوجة اللي فيش فيها مصداقية، حتى مصداقية دينية. فإذا مهم جدا أنه ندرك أنه التطرف بيجعل، بدي أقول كلمة صعبة، الله كأنه أداة في يدي. طبعا هذا الإله الوهمي اللي بينادي في الجماعات المتطرفة، كأنه الله في يدي أنا بحركه، بينما الإيمان الحقيقي هي الإنسان اللي وضع نفسه في يد الله لله يحركه مثل ما بده، حتى يكون أداة نعمة وأداة محبة وأداة لبناء المجتمع. لأنه للأسف التطرف بيجعل من الأمور الروحية الرائعة نقمة على الناس، بدل ما تكون نعمة وشيء يرفع الناس ويرفع المجتمع. فمهم جدا أنه ندرك هذه الأمور، ننبذ كل مظاهر التعصب. أنا هقبل أخوي حتى لو بختلف معه في الرأي، أنا بقبله كإنسان. تنين، وهذا الشيء بيطرد كل مظاهر التطرف اللي فيها كنتيجة للتعصب. بصير أحارب الناس اللي بيختلفوا معي بالآراء، اللي بيختلفوا معي بالعقائد، اللي بيختلفوا معي أيضا في خلفياتهم ربما السياسية. فإذا خلينا نأخذ هذه الرسالة، رسالة المحبة، رسالة القبول، رسالة اللي بتمنع أنه يكون في بيناتنا اختلافات، حتى لو كان في خلاف في الرأي، أنه الرسالة اللي بتجعل تماسك في المجتمع، تماسك في الأسرة، واللي بتخلي الناس اللي في منصب يقبلوا آراء مختلفة، بخلاف ما منشوفه اليوم. بتلاقي المدير دائما بيبدأ يحط ضد موظف بخالفه في الرأي، أو حتى القادة الدينيين، طبعا القادة السياسيين. فهذه الثقافة إحنا نحتاجها لمجتمعنا، هذه الثقافة اللي علمها المسيح، أنه نقبل بعض بالرغم من اختلاف الآراء ونحب بعض. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.